السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبكم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. بشارككم اليوم قطعة لمحبين الزراعة، شوفوا معاي هذا القطعة واستخداماتها اللي بتوفروا فيها الماي والجهد. لمحبين الزراعة بشارككم بقطعة اللي يحب الزراعة، خاصة اندور الأشجار الداخلية ومشتق بسقايتها كل يوم. هذا مخروط يستخدم لري النباتات، طريقة حلوة مبتكرة. طبعا هذا القمع يتركب على الدبات الماي المسافي اي دبة، ونغرسها نحقنها في التربة اللي فيها النبتة، وهنتو والخير ارباعة. ترى قطعة عملية سريعة ومفيدة، تتكون من 3 قطع وبهذه الطريقة، هذه الآلية شايفين. طبعا نركبها شي، عقب نسكرها بالدبة ثم نغرسها في التربة، شايفين معاي بهالطريقة. طبعا هذا المخروط فيه 3 قطع، القطعة الرئيسية، القطعة الثانية، والقطعة الثالثة. طبعا القطعة الأولى نركبها هنا بهالطريقة، المكان اللي راح ندخل فيه دبة الماي، أي دبة ماي، دبة مسافي 1 لتر ونص أو 200 متر، أي الحجم اللي تبوه، على كمية الماي اللي تبوها. عقب نركب هذه القطعة، اللي طبعا من هنا راح يكون التقطير، واحنا نتحكم بمدى الماي اللي ينزل، قطرة قطرتين ثلاثة نحن نتحكم فيه. طبعا هي نفتحها ونسكرها ونحن نتحكم في كمية الماي. طبعا شوفوا معايا انا مسوية دبة عودة 1.5 لتر ودبة صغيرة، على كيفكم، بامكانكم تستخدموا اي دبة. وللعلم يا جماعة، ترى في اقماع تنباع مستوردة ما تركب مع دباتنا، فيوم تشتروا تأكدوا انها تركب على علب الماي اللي عندنا، مال المسافي، الدبات اللي عندنا، لان في دول مصنعتنا حسب دباتهم وما تشتغل عندنا، ما تركب على دباتنا. وللعلم ان هذه الطريقة توفروا فيها الماي بعد، يعني هذه طريقة لحقن التربة بالماي وتوفروا بالماي، يعني ما تفرطوا بكميات الماي. فيعني هي تنفع للاشجار الداخلية، ما تنفع للاشجار الخارجية، للحدائق لا، هذا حق الشتلات، حق الاسطول، حق البراميل اللي داخل. فتوفروا الماي وتوفروا الجهد، بدال كل يوم تشتقوا بسقايتها. يعني الحين بسويها بالاشجار اللي داخل، اللي كل يوم اقعد انا لازم اسقيها، انا موجودة ولا ما موجودة، فحرام الاشجار تموت عني. فانا كنت ادور هالقطعة في المواقع، لكن كانت جودة رديئة وتعبانة واسعارها غالية على الفاضي. فشفتوا الحين بركبها على الدبات وبراويها لكم كيف بحقنها في التربة، وخلاص انتوا والخير ارباعة، كل يوم هي بروحها بتقطر الماي وبتسقي الزراعة. الحين براويكم ان شاء الله الطريقة كيف بسويها. عاد مثل ما خبرتكم انا سويت الحجمين، هذه الدبة الصغيرة ابو درهم ودرهم نص، هذه 1.5 لتر. الحين براويكم بس نركبها كذا عادي بالطريقة اللي نباها. الحين انا بسويها بالزراعة اللي عندي، بسم الله. هذه دبة غرستها، الحين شو نسوي بعد ما غرسناها؟ نيه نفتح هذه بالكمية اللي نباها. شوف الحين انا بخليها قطرة قطرة بحيث انها تقطر، مو عارفة اشتغل بايد وحدة. المهم هنا نفتحها من هنا بحيث انها تنزل لنا قطرة قطرة او قطرتين، الكمية اللي تبوها. يعني في اشجار تبى ماي وايد، في اشجار ما تبى ماي، فشايفين الفكرة، فتنزل من هنا القطرات. اتمنى تستفيدوا، حق الاشجار الداخلية، حق الاسطول، وايد زينة، توفروا الماي والجهد، ودعواكم لنا بالخير. وهذا الدبة الثانية، طبعا اول ما نبدأ نركبها بيصطب الماي، لكن عادي ها نغرسها بالطريقة. في ناس ما تحب يكون شكل الدبة شي، تقدر تزينوها على كيفكم، انتوا تتحكموا. ونفس الطريقة اي افتح هنا عسبة الماي يقطر. اهم شيء لا تنسونا من صالح دعواكم. هذا شوفوا ابو درهم، يعني تركب ابو درهم، ابو درهم ونص. اهم شيء مثل ما خبرتكم، ترى بتحصلوا اشكال وايد، لكن مش كل نوع يركب على دباتنا. انا جربت في اقماع ما مخصصه للدبات المصنعه عندنا في الدوله، يعني مخصصه للدبات اللي في الصين، في كوريا، في الهند. فلا تشتروا اي نوع الا بعد ما تتاكدوا انها تركب مع دبات الماي مالنا، عسبة ما يروح تعبكم سدى. المهم نبهتكم وتي خلصنا، واتمنى تكبشروا الشاشه عسبة انكم تروحوا تدوروا نفس الشكل، يعني بحيث ان تراول محل، اي محل ان نحن نبه هالقطعه.
انا خذيته من السوق الصيني، مش كل المحلات، يمكن محل من 10 محلات حصلت، وحصلت مثل ما خبرتكم الجودة الرديئة الزبالة اللي ما تركب عندنا، والجودة هذه حصلت. فدوروا انتوا، اتمنى انكم تكبشروا الصورة على سبت انكم تاخذوا نفس النوعية ونفس الجودة، لان في اشكال والوان كثيرة، فهذه يمكن افضل نوعية. وبالتوفيق.